أمر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن يقف بالطارف على مخلفات الحرائق ويقدم التعازي لعائلات الضحايا باسم رئيس الجمهورية، ويجدد التزام الدولة للتكفل بالمصابين. كيف بدات تشعل النار؟ حنا خرجنا هي على الصباح بومونتي عورهم. الحمد لله تبارك الحمد لله، ربي يجيب شو ان شاء الله. الحمد لله كافي. تجبدت وقعد نجري بيه منعوا الحمد لله تحت دار راح. الحمد لله منعت ولاد دارتك. نقدم يعني باسم السيد رئيس الجمهورية التعازي الخالص للدولة وللحكومة بالنسبة للعائلات، ويعني كل سوف نكون بجانب كل العائلات التي عرفت خسائر بشرية، ونؤكد لهم على وقوف الدولة بجانبهم بكل إمكانية إن شاء الله. فهذا حادث يعني طبيعي في كل يعني في كل مناطق العالم، يعني شاهدنا حرائق، شاهدنا فيضانات، شاهدنا هذه السنة يعني كانت هناك استباق من طرف الأجهزة الوطنية المكلفة بمكافحة الحرائق، إن على مستوى الحماية المدنية، إن على مستوى أجهزة، إن على مستوى مدير العام للغابات، ولكن يعني حدث ما حدث. ومن كل كما أقول من كل حادثة نستخلص الدروس والعبر. فمصابنا جلل، مصابنا كبير، فهذه الخسائر البشرية طبعا لا تعوض ولن تعوض، ولكن سوف نقوم بما يجب من أجل التخفيف من هذا المصاب الذي مس عائلاتنا ومسنا نحن أولا قبل أن يمس عائلات هؤلاء المفقودين رحمهم الله تعالى.